هي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حيا الله شيخ محمد. الله يحييك، أهلا وسهلا، يا مرحبا. كيف حالي شيخ؟ الله يحفظك، تبارك فيك. ودنا فائدة للمتابعين. يعني فائدة بمناسبة السفينة، ها؟ إيه. السفينة الآن هذه الناس تكون فيها، لماذا؟ حتى يعني تحصل لهم النجاة من المحيطات وأعماق المياه وكذا. وكذلك ينبغي على الإنسان أن يركب سفينة النجاة، أي سفينة العمل الصالح. لماذا؟ حتى ينجو من بحار ظلمات السيئات. فسبحان الله، كما قال تعالى: ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا. فلو ركب الابن هذا سفينة النجاة الحقيقية، وهي سفينة العمل الصالح، لنجا. فمن لم يركب سفينة النجاة، أي نجاة بالعمل الصالح والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ما راح ينجو من أي سفينة، حتى ولو ركب في البحر وكان في سفينة وأوصلته من مكان إلى مكان. أحسن الله أن يوفقنا للعمل الصالح. اللهم آمين. جزاكم الله خير. قال الله تعالى، نريد آية حلوة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آخر الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه نتيجة من ركب سفينة النجاة بالعمل الصالح، هذا في الآخرة له جنات. طيب، الآن في الحياة الدنيا، من آثار هذه السفينة الود والحب. فتجد الله تعالى يجرح في قلوب المؤمنين حب أهل القرآن، سواء كانوا كبارا أو كانوا صغارا. انظر لأئمة الحرم حفظهم الله، أثروا في العالم الإسلامي ودعوا إلى الله تعالى بهذا القرآن العظيم، فجعل الله تعالى في قلوبهم الود. قال الله تعالى في آخر مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أسأل الله يجعلنا من أحباب الله وأحباب خلقه.